في أشخاص سألوني كثير إن هل أقدر أشبك كذا سماعة على آيفوني؟ تقدر تنتين تقريبا، ما أدري هل ثلاث تقدر ما أدري، بس إنك لو فتحت الآيفون، خصوصا لو إنه مثلا آيفون جديد عندك أو سماعة جديدة مثل ما تشوف يطلع عندنا هنا، وتقدر تشبك عليه من هنا. بمني أنا على طول شابك عليها، فأقدر أضغط هنا وأشبك عليها مثل ما نشوف شبكت الحين عليها. أقدر أسوي مشاركة الصوت، شلون؟ لو أفتح سماعة ثانية أو أضغط من هنا راح يقول لي افتح السماعة الثانية اللي عندك، افتح السماعة الثانية. طيب فصل أنا طلعت عندي في نفس الجهاز اللي أصور لكم من، بس المهم إذا فتحتها أضغط مشاركة، فإذا ضغط مشاركة الحين راح تشبك عليها، بتشبك على سماعتين. راح نشوف هنا السماعتين ثنتين مشبوكين. أقدر أرفع الصوت السماعة الأولى، أقدر أرفع الصوت السماعة الثانية اللي ألعب فيها، أقدر أتحكم فيهم ثنتين مع بعض من هنا. خلاص الحين السماعتين ثنتين مشبوكين، ففي شخص يقدر يسمع في دي، الشخص الثاني يقدر يسمع في هذه، أو لو عندك أربع أشخاص كل شخص يقدر يسمع من سماعة بنفس الصوت شغالين في نفس الوقت، تشغله اليوتيوب أو أي جهاز عندك وتشتغل. وطبعا عادي تشبك البلوتوث، تشبك يد كنترول على الجوال، تشبك الكيبورد برضو، كلهم بلوتوث عادي، يعني تقدر تشغلهم في نفس الوقت. حلو، أجوبتكم حلوة. والله في نار هناك شكلها حريق هناك، هذا المشكلة هنا في الغابة، إذا احترقت هذا كف العمر، كل سنة تحترق، كل سنة لو شبت الغابة جل أسبوع أسبوعين الدنيا كلها. المهم أجوبتكم للآي أو إس 14 أو شو اللي تتمنون فيه. الآي أو إس، الآي أو إس يعني النظام، الأوبريتنج سيستم، أو إس الآي حابل حطتها اسمنا لحق تمشي مع الآي حقتهم، آيفون آيباد. المهم حلوة، يعني أكثر أشخاص اللي يتكلمون الأشياء اللي نبيها، يعني بعضهم يقول لك بطارية أكبر ما داعي، ذا سوفتوير ذاك جوال، أنا أتكلم عن سوفتوير إحنا. فأكثر أشخاص اللي تكلموا قالوا الإشعارات، إن جاتك مكالمة ينزل من فوق ما يطلع كذا في وسط الشاشة، صح هذا شيء نبيه. بعض الأشخاص تكلموا عن الخلفيات، ما أدري ما لها داعي الخلفيات، لكن بعض الأشخاص تقسيم الشاشة نفس اللي موجود في الآيباد، حلو في الآيفون. أنا جربتها، يعني ما أقول لكم ما جربتها، سكت لأن شفت الفيو كيف، شوف كيف الفيو، جربتها ما جربتها في الأندرويد، لكن راح ينزل. أوكي أبي ينزل بأن ما بقى شيء، يعني راح أشوف أنا الأشياء اللي تمناها ما بنفس الأشياء اللي تمناها قبل أربع سنوات يعني أو ثلاث سنوات. يعتبر النظام شبه كامل، يعني باقي اللي ما ينزل تقريبا هذا خلاص. فلازم يحطون اشياء جديده حتى الاشياء ما نحتاجها. يمكن انا بالنسبه لي تقسيم الشاشه في الايباد احتاجه، في الايفون او في جوال صغير ما اقدر اقول لك اي لا، لان لو بقول لك اقول لك لا، انطباع استخدامي للاندرويد، يعني ممكن استخدمتها مره في الشهر قسم تقسيم الشاشه، ما بذيك الدرجه انه مهم بالنسبه لي في جوال صغير اني اقسم الشاشه، لكن اوكي نحتاجه يحطون ليش لا. فتقريبا هذه الاشياء الاشخاص اللي يبونها، في اشياء معيوده في اشياء، فنتمنى يحطونها تقسيم الشاشه ان شاء الله. الوجت ما تكلمت عنه بيحطونه، بس انا استغربت عن اشياء ما كان الناس يبون ابل تخلي، يعني تقدر تحط موسيقى او رنه الجوال تتغير، يمكن سلوها احس ما فيها تحت الاندرويد. اشوف بس حتى الاندرويد الحين ما في احد يغير النغمه حق المكالمات، ما بنفس اول، يعني اول اندرويد فيه تغيير مكالمات، الحين كل واحد والنغمه حقت، يعني سامسونج بنغمه سامسونج وكل اشياء. حسنا او لو قاد ذيك تغيرت بقوه صدق. وبرضو ال شو اسمه ارسال البلوتوث، وين ارسال البلوتوث؟ اول كله يدبون في الايفون اول، تحس صدق في اشياء كثيره غيرها الايفون من اشياء. اذكر أول ما شريت الايفون توهقت في نقل الأسماء، من نقلتهم أبي أرجعهم في الشريحة ما أعرف ما في أصلاً، طلع إلى الآن يعني تذكرون أن نسجل نسيف الأسماء في الشريحة، وكانت على الفترة الأسماء ما تكون مدى 200 بكم اسم حدك الأرقام، فأيام دي كانت ما أدري هل في أشخاص يتذكر، يعني أتوقع في أجيال الحين موجودة عندنا ما يعرف أن في تسيف الشريحة ولا بلوتوث ترسل. في أسئلة جيني إلى الآن، تنصحني أشتري الآيباد؟
صح نشتري اي ايباد 11 ولا 12.9 اللي هو 13 يعني، الايباد يغنيني عن اللابتوب ولا لا؟ انا سويت الفيديوهات يعني، شوف كذاب من يقول لك الايباد يغنيك، وكذاب من يقول لك الايلافن افضل من التولف، وكذاب من يقول لك التولف افضل من الايلافن، وكذاب من يقول لك الويندوز افضل من الايباد المايكروسوفت مثلا سيرفس، وكذاب اللي يقول لك العكس. احنا نسوي فيديوهات ونتعب نفسنا ونقول لك الميزات علشان انت تختار. فبليز اذا كنت انت حياتك ان الاشخاص يختارون لك، احنا لا نبي نغيرك، نخليك انت تختار الاشياء اللي تحبها، ما نبي اشخاص يختارون لك. فاحنا نعطيك الميزات كلها وانت اللي تقرر. يعني ما يحتاج بعد الفيديو اللي نسويه ونجلس 3 ساعات ونسوي خارج ونرفعه ونسوي واحد ثاني ونسوي خراج تجي تسألنا السؤال ده التافه. انت لازم تشوف الفيديو وانت اللي تقرر من نفسك. عندي فيديو ثاني ودي اسويه وان شاء الله راح اسويه، يمكن الليله يمكن بكره، راح يكون عن الايباد الجديد مع التراك باد وش الاشياء اللي يعني طبعا ما راح يكون حق الاشخاص او بس بشوف التراك باد هل يعجبني ما يعجبني، لا خلاص خلصنا من المرحله الاشخاص اللي بيشترون تراك باد، وبكلمهم عن يعني شوي نخش ديب يعني بنخش في مواضيع قويه يفهمك كيف ان الايباد هو الحلو انه يكون تابلت او الحلو انه بيكون تراك باد، لكن اللابتوبات مو حلو انه تكون تابلت يجي العكس. راح اتكلم لكم ليش وادله راح اجيب لكم، وليش مثلا ابل ما خلت اللابتوبات حقتها بالماك او اس يكون باللمس، وليش قاعده تخلي الايباد اللي باللمس يكون ماوس يعني. فان شاء الله الليله او بكره، بس يعني اذا نزل الفيديو هذا شوي يبي لك جلسه وتحط السماعات وتسمع وتفهم كل شيء بالضبط عشان تعرف كيف ابل تفكر والشركات الثانيه كيف تفكر. لا سؤالك حلو، والسنة راح طلعت إشاعات إن بتنزل أبل بالقلم وما نزلت بالقلم، ما أدري ليش، أتوقع ما أدري يعني يمكن تنتظر إن الجوال الجديد يصير أكبر، لأنه ما أتوقع في شخص بيمسك جوال وبالقلم. أتكلم مثلاً عن الأشخاص اللي عندهم نوت، حين أنا استخدمت النوت أسبوعين ما طلعت القلم إلا مرة في الريفيو. يعني شوف اللي حولنا هل يشترون النوت علشان القلم؟ اللي يقولون لك النوت والقلم طلع فيهم هل بيكتبون في هالشاشة كبر الشاشة حجم القلم؟ ما أدري يعني أنا بالنسبة لي أحب أكتب بالقلم إذا كانت الشاشة أكبر يمكن 11 ونطالع. يعني حتى يوم نزلوا 7.9 الأيباد ميني وخلوه يدعم القلم ما حس إنه أيباد هالكبر تستخدم القلم، وشفت كثير يعني اللي حولي اللي عندهم النوت أطلع فيها مركز ما شفت بشبه يومي أو بين يوم ويوم برضو يطلع القلم. يعني بالنسبة لي يمكن لو نزلون قلم يخلونه أكسسوري إنك تشتري إذا كنت بتستخدم، لكن ما راح يكون في نفس الجوال، لأن حطوه في نفس الجوال بيحدد حق أشخاص وفئة معينة وما راح يكون يعني أوكي راح يكون موجود عندك هل بتستخدم على طول؟ لا يعني الأيباد أوكي لحق النوت والدراسة حلو، لكن إلى الآن لا تقول يعني شركات العالم حتى شركات العالم جربوا يحطون قلم ما شافوا ذيك الدرجة يعني في جهاز في قلم تابلت أوكي في قلم النوت هذا الوحيد يعني. وما أتوقع أنك لو تفكر فيها ما أتوقع أن الشركات اللي موجودة مثل هواوي وذيلي طلعوا بس أنه مفصول، وولجي مرة طلعت أنه مفصول مو في نفس الجهاز، ولا من النوع اللي يعني ما راح يقدرون يخلون يدعمون نفس النوت، يقدرون يدعمون نفس الميزات في النوت لكن ما يشوفون ان السوق قوي خصوصا في الاجهزه الصغيره. يعني يعتبر الى الان الجوال ما بديك الكبر وفئه قليله من الناس اللي تحتاج القلم، فلو تفكر فيها ان يحطون القلم مثلا في وسط الجهاز ويسقرون البطاريه او ان يكبرون البطاريه، شوف ان يكبرون البطاريه افضل ما يحطون قلم يعني. لكن نشوف المستقبل يعني مثل الايفون الجديد لو بينزل اللي هو 6.7 تقريبا حجمه يمكن بعض الاشخاص يكون عندهم كافي ان يكتبون نوت فيه او كلمتين ثلاث كلمات، يعني ما اتوقع انه يكتبون لستة او انه يروحون حق دراسة او شيء لانه صعب، لكن نشوف في المستقبل شو بيسوون. شورت حقي والبد اوكي مطقمين. عندي لك سؤال وبسرعة قل لي اخر مرة استخدمت القلم متى؟ وين جوالك؟ اليوم شو استخدمت فيه؟ قصيت صورة. قصت صورة صدم القلم بس اي قصيت حطيته في زاوية عندي. تجلس يمين ما مرة شفتك طلعت القلم، تحتاج القلم كثير؟ استخدم في الأسبوع مرة في اوكي في
مثل ما قال لك في الأسبوع مرة مرتين، يعني ما راح يكون استخدام على طول يعني. طلع القلم الحين أوكي. أنت شلون؟ يجلس يمي في بلوتود أوكي. في تربية لوحة كذا يدخلك وياه. أوكي. فمثل ما تشوف يعني الأشخاص اللي جالسين يمي ركز فيهم ما يطلعون القلم. قص الشاشة، خذ قلم قص الشاشة. مستحيل أشتري قلم علشان يعني كم راح يكون قيمته لو إنه منفصل عشان بس أقص الشاشة ولا أصقرها. أقصها وأصقرها بنفس الجهاز أحسن. بوريكم شيء يعجبني في أبل ويريحني كثير في الاستخدام. طبعاً في الأجهزة الثانية موجودة، بس لازم تحط الجوال وتحط رقم السر وتنزل ذا البرنامج هنا وتحمل البرنامج الثاني هناك وتسجل الحساب الثاني ومع إضافة برايم وتكلم الجيران وتأخذ رقم السر من ومن. المهم إنه شوف أبل كيف البساطة. كبداية هذا بوريكم طبعاً الحين في الآيباد وفي الجوال اللي هو الآيفون. ما يحتاج الجوال الايفون، ما يحتاج الايباد، حتى بالساعة، حتى باللابتوب. انا اكثر شيء استخدمه باللابتوب برضو. فلنفرض مثلا فاتحين الجوال الحين، فاتحين مثلا سفاري، فاتحين ذي الصفحة، او لا خلنا نروح صفحة ثانية مثلا سيرش هنا في جوجل. نفتح الرابط هنا مثلا، فاتح الرابط هنا. الايباد يمك، ما يحتاج انت تفتح اي شيء، ما يحتاج تسوي اي شيء، بس انت فتحت الجوال شوف الايباد شو يقول لك هنا في الجنب. شوف كيف يقول لك في ساعة في الجوال فاتح متصفح، انت تبي تفتحه اضغط عليه شوفوا كيف يفتح لكم نفس الصفحه، يفتح لكم اياها. شفتوا كيف نفس الحركه؟ نفس الحركه موجوده في يعني بالعكس برضه. تفتح تصفح هنا مثلا وترفع فوق راح يطلع لك هنا تحت. شوف في الايباد فاتح صفحه ثانيه مثلا، لو نغير نروح هنا الصفحه او مثلا ذي الصفحه مثلا فاتحينها، شوف كيف تغير، تضغط عليها يفتح لك نفس الصفحه، نفس الملف اللي فاتح هنا. شفتوا كيف؟ هذه ذي الايباد من سنين او الاي او اس من سنين يكلم الاندرويد يقول لهم يحلمون اللي فيه كيف فكروا. شوفوا كمل لكم الحين، مو بس ذي، شوفوا الاشياء اللي كيف تسهل عليك حياتك وتحس انه جهاز اثنين بس انت كانهم جهاز واحد في كل شيء تسوي. مثلا اعطيكم مثال ثاني، مثلا شوفوا كيف الحركه الحين انسخ ذا، اضغط عليه كذا وسوي كوبي، سوينا كوبي اوكي. نفتح الايفون خلاص نسوي له كوبي، تفتح الايفون ملاحظات، تروح حق رساله برضو حق اي شخص مثلا. لا بسوي ملاحظات، بفتح الملاحظات مثلا، افتح ملاحظه جديده، نسوي لصق على الانترنت بياخذها. شوف شلون ياخذ لصق من الايباد. شفت كيف؟ يعني مثلا تخيل انك فاتح الايباد، فاتح متصفح او فاتح ملاحظات، تسوي لها نسخ، تروح وانت قاعد تكلم واحد في الايفون بس تسوي له لصق، بس لاصق. مثلا اعطيك مثال ثاني، مثلا بكتب بسم الله هنا، مثلا كتب بسم الله انسخها نسخ، اروح لايفون اضغط هنا، اضغط هنا اسوي لصق، لصق يا الحبيب. شفتوا كيف؟ شوفوا كيف التناغم، جهاز واحد. شفتوا كيف الحركه؟ في اي شيء ثاني مثلا في الايفون فاتح الرسائل، اوكي بس ما اجيب العيد، اوكي خلوها كذا، فاتح الرسائل على حسب الانترنت وسرعه الانترنت عندك طبعا يتحول، وهو عيب انترنت شويه للان فتح لي الملاحظات يقول لي لان انا اول مره افتح الرسائل هنا في الجوال، لان هذا الجوال بس بستخدمه حق عمل يعني مو لحق شروحات يعني، فبس ينزلهم انا ويشتغل جوال طبيعي راح يطلع لي هنا تحت. لكن الحين هو الى الان يقول لي على الملاحظات، لو افتح ملاحظات، ملاحظات قبل شو سويتها، هذه لا مش ذي، هذا بسم الله قصدي غيرته وحطيت بسم الله، نفس الملاحظه اللي هنا نفس الحركة. أكتب طلع كيف الحركة والتناغم الحين. شو بكتب شيء هنا مثلا، شوف الحين مثلا أنزل تحت وأكتب كذا، قاعد أكتب طبعا، خلنا نغطيه تام ده، تنزل وتكتب كذا. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف انتقل هنا عندك؟ تكتب تمشي تحط صورة مثلا، تضغط هنا تحط صورة، محمل لأن هي أصلاً مش موجودة في الجوال في الأيباد، حطيت الصورة هنا، كمل نغاشك وكمل الأشياء قد ما تكمل أنت. شوف كيف جات الصورة، كتبت كلام يجيك هنا، ونفس الحركة مثلاً بمسح هنا، تمسح هنا جالس، مسحت كل شيء هنا، برجع بكتب مثلاً بحط حرفين
طبعا على حسب مثل ما قلت لكم الانترنت. شوفوا كيف الحذف الحين بيكتب الحرفين اللي اعطي ثلاث حروف الالف الف الف راح يطلعها لك الحين هنا. شفتوا كيف هذا جزء بس. وتخيل انك انت في اللابتوب، تخيل ان سطح المكتب في اللابتوب حقي اي شيء حاطه في سطح المكتب موجود في الايباد. ما اقدر افتح لكم اياه، لكن في الفايل افتح الفايل برنامج الايباد اشوف كل شيء. احط شيء في الفايل هنا يوصل لسطح المكتب، واللابتوب مثلا في البيت اكلم زوجتي ولا شيء اقول لها موجود مقطع فيديو هذا هو في اللابتوب، تحط كيف في الفيديو في سطح المكتب اشوفه في الايباد عندي. الداونلود برنامج الداونلود او خيار الداونلود في اللابتوب نفسه في الايباد موجود عندي، ولا وما ياخذ من مساحه. ليش؟ لان ضغطت على الفايل نفسه احمله ياخذ مساحه، لكن اوريدي على الكلاود ما راح ياخذ مساحه. فاشياء كثيره ومو بس للشيء يعني، في اشياء كثيره مثلا في سفاري انت في تويتر تنسخ شيء تروح اللابتوب حقك او الايباد تحط لصق، تكلم واحد من الشباب بتسوي له شير، وغير الاشياء غير الاير دروب يعني. طبعا راح يطولون على ما افتحهم هنا، لكن غير الاير دروب برضو يعني لو ضغط عليه واسوي له تحميل هنا وقت التحميل جار الارسال. الاير دروب ذي هذا بالحالها ميزه بالحالها ذي الاندرويد ان شاء الله يوصلها. غير لاي مسج، لاي مسج وكيف الرسائل عندي في الجوال هي نفس الرسائل في الايباد، حتى لو اس ام اس مش بس اي مسج، برنامج الرسائل نفسه هناك موجود. لو برسل رساله مثلا برصيدي مثلا اس ام اس ارسله بالايباد ينسحب من رصيدي اللي في الجوال، ارسله باللابتوب يسحب من رصيدي بنفس الجوال. عندي مكالمه ما يحتاج ادق فيس تايم حتى باللابتوب، اضغط عليه وادق مكالمه يسحب من رصيدي من نفس اللي في الجوال. يعني تشوفوا كيف التناغم كلهم كان الشريحه موجوده في كل الاجهزه حقتك. فلو بنجرب نشوف مثلا لو نفتح سفاري نروح مثلا على اي رقم عندنا، مثلا لو بنحول تبحث تشوف مثلا رقم طبعا بيفتح المتصفح نفسه. فلو نضغط هنا هذا بس يعني مثال من الامثله كيف التناغم بين الاجهزه. رقم بدق عليه اضغط عليه كول، تقدر تدق بفيس تايم تقدر مكالمه عاديه using your iPhone برضو. يعني مثلا انت على اللابتوب تضغط عليه تحط مكالمة وتمسك جوالك وتكمل. يعني لو احنا نحط using your iPhone راح يدق علي كان يضغط عليه من جوالي. شوفوا كيف في اشياء كثيرة، بس ان هذا يعني شيء وحيد من الاشياء اللي تعجبني. يعني لما بالك انه الساعة عندك فاتح برنامج مثلا ملاحظات او فاتح مش ملاحظات فاتح اي مسج مثلا في الساعة، انا فاتحها في الساعة تجيني في نفس الايقونة تحت في الايباد او في الايفون يقول لك فتح انت الرسائل في الساعه تبي تكملها هناك مثلا. شوفوا كيف شفتوها عليه علامه الساعه. ليش؟ لانه فتحها في الساعه. يعني شوف التناغم كيف بين الاجهزه وكيف كيف الانسجام كانهم جهاز واحد. دي مستحيل توصل لها الا اذا كان جهازك او نظامك على كلام الناس مقلق. هذا ميزه من ميزات النظام المغلق اللي ما يقدرون يوصلون للنظام المفتوح. ما ادري لو تحطها في الاندرويد هل الاندرويد بيصير جميع الاجهزه اندرويد ولا سامسونج لازم اجهزه سامسونج بس؟ اوه موجوده في سامسونج بس لازم اجهزه سامسونج، والبرامج ما راح يدعمها كذا لازم تخش تحط حساب سامسونج غير حساب جوجل اللي حاطه ابل اي كلاود حطه بس تسجل وخلاص خلصنا. انت مستوعب كيف اذا جوالي طافي عادي خلي طافي وتجيني مكالمه على الايباد اذا جات في اي مكالمه او على الساعه وارد عليه؟ لا رديت على الساعه اقدر من نفس الجوال امسكه واحوله للجوال ونفس المكالمه واكمل، او في الايباد احولها واكمل. انت مستوعب كيف ان اجهزتك كانهم جهاز واحد مستوي؟ لا ذاك مفتوح المصدر ذاك افضل، ذاك ما في نوتش، ذاك كاميرته 990 ميجا بكسل. يعني هذه الميزه لحالها يبي لك وقت اشرحها لك وافهمك وكيف تستمتع بالاشياء دي. انت مستوعب ان الجوال برضو البوم الصور نفس البوم الصور اللي في الايباد نفس البوم الصور اللي في اللابتوب؟ احذف شيء من الايفون ينحذف من اللابتوب ينحذف من الايباد، احط شيء في الايباد ينحط في الايفون، يحط ملاحظات نفس الملاحظات الرسائل نفس الرسائل، سجل المكالمات في الايفون نفس السجل موجود في الايباد. يعني اي دقيقه اذا كلمت الشخص وكلمته ارجع اكلمه مره ثانيه في اللابتوب نفسه. يعني كلهم الاجهزه عندك جهاز واحد كانه. يعني انت مستوعبين الشيء؟ برنامج فيديو لوت إديتر أتوقع الكل من اسمه معروف لحق الفيديوهات وكيف تصحيح الفيديو. يعني شغل ممتاز في البرنامج هذا، البرنامج مجاني لفترة محدودة. أتمنى كل شخص عنده آيباد حرام إنه ما يحمل البرنامج، فأتمنى كل شخص يحمله. رابط البرنامج راح أحط لكم في السناب الجاية.
طيب اسحب الشاشة لفوق وتحمل البرنامج، متوفر بس للآيباد مش متوفر للآيفون مثل ما نشوف هنا، بس الآيباد. للأسف سناب شات اللي عندي أنا بيتا، فنسخة جريمة ما راضي يحط الرابط، ما راضي يخليني أحط الرابط. فهذا اسم الفيديو أو اسم البرنامج، بس اكتب عن أو راح تشوفه في تويتر عندي، في حسابي في تويتر راح أغرد حق رابط البرنامج، أو برضه في القناة راح أحط حين بوست عن الرابط. اليوم حزبتكم بروستد مع الخبز هنا، خاف إن فتحها مسكر من الغطاء، فهمتوا يعني ما بنسوي.